أنا اتصال تليفوني آخر، هذه المرة من المهندس بدوي مجاهد، المهندس المقيم بمحطة قناطر أسيوط. أهلا بك يا باشمهندس. أهلا بك يا حضرتك. يعني أهمية افتتاح القناطر الجديدة في أسيوط النهاردة والسيد الرئيس، وطبعا هذه يعني القناطر العملاقة اللي فيها طبعا مجهود عظيم، وشفنا النهاردة شرح من السادة المهندسين المسؤولين، نفهم من حضرتك أكتر. تفضلي. بالنسبه لقناطر اسيوط، تم انشاء قناطر اسيوط الجديده ومحط والاستفاده من فرق المنسوب ما بين امام القناطر وخلف القناطر. تم انشاء محطه توليد كهرباء اسيوط المائيه الجديده، محطه نظيفه مصاحبه للبيئه قابله التكاليف، بتؤثر في رفع الاقتصاد القومي. كيف تؤثر في رفع الاقتصاد القومي؟ نتيجه لعدم استخدام الوقود للحفور. ثانيا، دائما بتتكامل مع مشروعات اخرى زي ري الصرف والملاحه النهريه والمشروعات السياحيه وغيرها من المشروعات الاخرى. المحطه 32 ميجا دي قدرتها 32 ميجا، بطاقه 245 مليون كيلو وات ساعه. المحطه بتوفر 250 مليون جنيه سنويا. طيب يعني يا فندم، يعني بعد افتتاح هذه المحطه وهذه القناطر، يعني مردود ذلك على الاقتصاد والفرص العمل في الصعيد، وايضا مساله الكهرباء وتوفير الكهرباء، كل ده اكيد سيشعر به المواطن من اهالينا في الصعيد، خاصه في الخمس محافظات المنوط بها هذه المشروعات. طبعا في حاله ان في محطه توليد كهرباء في منطقه نائيه في المناطق النامية، دي بيصاحبها تنمية شاملة في مد طرق سكك حديدية أو توسيع الطرق الموجودة فيها، وخلق فرص عمل للسكان وبتحسن الحياة المعيشية للسكان. زائد إن هي من أهم مميزاتها إن هي سرعة الدخول وربطها على الشبكة التوليد مع الحمل، بتجاوب التوليد مع الحمل المطلوب في نفس الوقت، زائد عدم خروجها الاضطراري من الشبكه وقله اعطالها، وبذلك بتكون ذو اهميه قصوى في وقت الطوارئ. جميل. ليه؟ بتلبي يمكن ان تلبي الاحتياجات في وقت الذروه بكفاءه. جميل. زائد ان هي زاد حضرتك ان اعطالها قليله جدا، تكاليف الصيانه والاصلاح بتكون قليله، الكفاءه بتاعتها بتصل ل 95%، والسعر الكيلو وات بيكون اقل بكثير من مثيلتها من المحطات اللي بتعمل بالوقود. جميل، انا بشكر حضرتك جزيل الشكر المهندس بدوي مجاهد، المهندس المقيم بمحطه قناطر اسيوط. وطبعا حقيقة بعد ما تكلمنا عن هذه المشاريع القومية العملاقة، لأكيد إن شاء الله هتغير خريطة الصعيد وهتخلي أهلنا في الصعيد يشعروا بأنهم موجودين على أرض الوطن، والقيادة السياسية بتهتم بيهم غير كل ما سبق من عصور سابقة وعهود سابقة، كان دائما في تهميش لأهلنا في محافظات القناة إسماعيلية والسويس وبورسعيد، وأيضا أهلنا في محافظات الصعيد كان دائما الاهتمام بينصب على العاصمة ويمكن اسكندرية وبعض المحافظات الأخرى، لكن لأنه في قيادة سياسية واعية وحكيمة بتساوي في التعامل وفي الاهتمام ما بين المواطنين المصريين في أي محافظة، عشان كده يعني كل يوم والتاني بيكون في افتتاح مشروعات قومية كبرى في أكتر من محافظة، وأدينا شفنا النهاردة الاهتمام منصب من القيادة السياسية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في الصعيد لافتتاح هذه المشروعات العملاقة، وإن شاء الله بإذن الله تكون وش الخير والسعد على أهلنا في الصعيد.